بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هندير حل التمرين رقم 19 صفحة 124 كتاب الفيزياء سنة أولى متوسط. مرآة عاكسة. في يوم مشمس، يعني في يوم مليح هكذا فيه الشمس، سلط أحمد ضوء الشمس بواسطة مرآة عاكسة على غار ليرى ما بداخله. يعني قالك في واحد النهار هكذا فيه الشمس، نهار مليح، جاء أحمد وجاب معاه مرآة، هز ذيك المرآة بإيده وقعد طوال واحد الغار. الغار هذاك مظلم، ما يقدرش يشوف واش كاين فيه هو وجدار. جات ويل الغار وهز هذيك المرآة، الأشعة تاع الشمس تجي في المرآة، وهذيك المرآة تعكس الأشعة تاع الشمس في الغار. يعني كمثال بركة، مثلا نفرضوا باللي هنا هذا كاين غار، أشعة تاع الشمس تكون هنا بهذا الشكل، هذه أشعة الشمس، والسيد هذا أحمد يجي هنا مثلا، يجي قاعد هنا بهذا الشكل، هذا هكذا يهز في إيده مرآة، يهز في ايده مرآة، الأشعة تاع الشمس كي تروح للمرآة بهذا الشكل، هذه الأشعة تاع الشمس الخضراء تضرب في المرآة، كي تضرب في المرآة ينعكس الضوء تاع الشمس في الغار بهذا الشكل، يعني هكذا وتروح هكذا. الأشعة تاع الشمس تروح في هذا الاتجاه لجهة المرآة، ومن بعد المرآة تعكس الأشعة تاع الشمس للغار هكذا بهذا الاتجاه، به أحمد يقدر يشوف وش كاين في الغار. نعاود، قال لك في يوم مشمس يعني فيه الشمس، هذه الشمس، قال لك جاء هذا السيد أحمد طوال واحد الغار مظلم، يحوس يشوف وش كاين في الغار، وش راح دير؟ هز مرآة في إيده، هذه الدوائر الوردي مرآة، قال لك هز هذاك المرآة، الأشعة تاع الشمس بهذا الشكل تجي في المرآة، والمرآة تعكس الضوء تاع الشمس في المرآة بهذا الشكل، يولي الغار فيه الضوء، يولي الغار فيه الضوء، وأحمد يقدر يشوف وش كاين في الغار. هنا في السؤال قالك أذكر المنابع الضوئية الواردة في الجملة وصنفها إلى مضيئة ومضاءة. رايحين نشوفوا الهدرة اللي كنت نهدر فيها هذا، وين قالك في يوم مشمس يعني كاين الشمس، سلط أحمد ضوء الشمس بواسطة مرآة، يعني كاين الشمس وكاين مرآة وكاين غار، وكاين غار، يعني كاينين ثلاث حوايج، شمس وغار وكاين مرآة. رايحين نشوفوا هذه المنابع الضوئية وشن هي مضاءة ولا مضيئة. هذا هو حل التمرين رقم 19 صفحة رقم 124. المنابع الضوئية المذكورة وتصنيفها، عندنا أولا الشمس، الشمس كما رسمتها أنا لهنا، هذه الشمس تعطينا الضوء، يعني الشمس منبع مضيء لأنها هي تنتج الضوء، مضيئة. المنبع الضوئي الأول تاع الشمس راهو مفهوم، هذه الشمس
منبع ضوئي مضيء، يعني كما نقولوا احنا مضيئة طبيعية. المنبع الضوئي الثاني واش هو؟ هو المرآة. المرآة عندنا هنا المنبع الضوئي الثاني هو المرآة. هذه المرآة هنا، هذه المرآة اللي هزها أحمد في يد. المرآة هذه هي مضاءة اصطناعية، يعني منبع ضوئي مضيء كما نقولوا احنا مضاءة، مضاءة مش مضيء، مضاءة. المرآة مضاءة اصطناعية لأنها تستمد الضوء من جسم آخر. المرآة هذه تستمد الضوء من الشمس. وعندنا الغار هذا اللي درنا فيه الضوء اللي جاي من المرآة. هنا الغار مضاء طبيعي، مضاء طبيعي. وش معناتها؟ الغار يستمد الضوء تاعو من جسم واحد آخر من الطبيعة. والغار كما نعرفوه هو حاجة من الطبيعة. المرآة قلنا مضاءة اصطناعية لأننا خدمناها، خدمها الإنسان. أما الغار فهو مضاء طبيعي لأنه موجود في الطبيعة.